يعني لو بنتكلم على المشهد الثقافي يعني عشان نقول كويس ولا وحش افضل ولا اقل, لابد ان يكون هناك يعني معيار ما يعني بنشوف بيه يعني احنا هنقارنه بايه, نقارنه باللي هو فيه دلوقتي ولا نقارنه بما سبق في عهود سابقه؟ لو عملنا مقارنه بينه وبين الستينات ما فيش مشهد ثقافي نهائي تقريبا, يعني كلها بقايا مشهد ثقافي. ما بعد ذلك عمليات التجريف اللي بتتم في وزاره الثقافه بشكل مستمر, يمكن كان في مقاومه ليها يعني بشكل واضح جدا, محاوله ان خلق يعني اتجاهات مواقع تفعيل مواقع. يمكن الواحد لما اشتغل كان عنده حلم انه, وانا من جيل كان بيحلم طول الوقت, يعني كان عندنا حلم ان احنا يعني نملى البلد ثقافه. طبعا الكلام ده بقوله يعني من اول السبعينات, يعني احنا احنا اتربينا في الستينات, تربيتنا كانت في الستينات, كان عندنا حلم خارجين بيه حتى بعد الهزيمه ان احنا يعني نستعيد وعينا من خلال الثقافه بشكل عام, سينما ومسرح وفن تشكيلي وموسيقى. فالمشهد على بعضه بظروفه كلها مشهد مؤلم, وانه انا في تصوري انا عشت الفترات دي كلها انه يعني الدوله ليست مهتمه باهتمام حقيقي بهذا الجانب في حياه الناس. سببه ايه يا فندم؟ عدم اهتمام الدوله بال طبعا هو لما يبقى فيه, مضطر برضه ارجع تاني اقول لك, لما يبقى فيه حاجه اسمها عبد الناصر وعنده رغبه شديده جدا في ثقافه رفيعه, فبيجيب عنده من يحيى حقي لحسين فوزي لكل الاسماء الكبيره في هذه الفتره عشان تعمل الثقافه وتعيد تشكيل الوعي. النهارده لو تحط الاسامي دي جنب الاسامي الموجوده هتكتشف الفارق الشديد. الدوله نفسها مشغوله بلقمه العيش, مشغوله بالاقتصاد بقدر الامكان, اللي هي مش قادره بعد اللي حصل في الثوره, كمان ثورتين اللي ورا بعض حصل نوع من التفكك الدولة الى حد ما. في النهايه انت قدام حاله جديده, مجتمع مرتبك في يعني طائفي الى حد ما, في نفس الوقت الدوله مشغوله بما هو تتصور يعني ما هو اهم. وهي طبعا كل المثقفين يقول لك القوى الناعمه لا تستطيع ان تفعل وان تفعل وان تغير وان تغير. انا بعتقد انه لما كان في يعني حكايه عبد الناصر كنت احكيها, ما هيش طرف مثلا من ولا تزايد انه يلاقي مثلا فاتن حمامه في فتره سافرت ومش عايز ترجع, مفيش شغل كذا كذا, فيدي توجيهات محدده وواضحه وما فيهاش مناقشه, ترجع فاتن حمامه ليه؟ لانه وده موجود في مذكره سعد رحمه, فاتن حمامه ثروه قوميه تيجي. في جانب اخر في اكاديميه الفنون فكروا يعملوا اللي هو بيسموه دلوقتي معهد النقد الفني,